السلام عليكم ورحمة الله متابعينا الأعزاء، متابعي قناة دعم مدرسي، مرحبا بكم دائما على القناة. اليوم غادي يكون عندنا واحد الفرد ديال الجمعيات، يعني النموذج الأول ديال الفرد المحروس الثالث من الأسلوب الثاني بالنسبة للمستوى الثاني إعدادي. كنتمنى صراحة يعني أن دوك المواضيع المقالية وهاد النماذج ديال الفروض يكونوا كيفيدوكم، لأن صراحة كنفرح ملي كنلقى في لي كومونتيغ يعني أستاذة جبت كذا بفضلك أستاذة، يعني صراحة كيعطي واحد الحماس كثر باش أنا يعني نخدم معكم، مع أنني في هذا الشيء الآخر يعني أسابق الزمن باش نقدر نحط لكم الفروض، لان خاصكم نماذج فروض يعني الثالثين والثانيين في جميع المواد، وانا يلاه كنخدمهم معاكم. فالوقت صراحه يعني كنجريو مع الوقت باش نقدر يعني كنشوف لي كومونتير طالبين الاجتماعيات طالبين الرياضيات، يعني كنحاول نحط لكم حاجه حاجه من كل يعني من كل ماده، كنتمنى يعني صراحه تكونوا كتستافدوا مني. اذا غنبداو بالسؤال المقالي عندنا في مكون التاريخ. اذا هذا هو النموذج ديال الفرد، هذا التربية على المواطنة يكون عندنا أسئلة موضوعية، والشغل على الوثائق يكون في مكون الجغرافيا على السياحة، المشاكل التي تعاني منها ويعني الدولة شنا الجهودات اللي كتقوم بها. إذا عرفت فرنسا ما بين 1789 و 1799 ثورة اعتبرت نقطة تحول في تاريخ فرنسا خاصة وأوروبا عامة، تناول في موضوع مقالي أسباب ونتائج. إذا هادو هما الأشياء اللي غنطرقوا لها، ما غنطرقوش المراحل. إذا كالعادة كتبت لكم يعني الموضوع المقالي غنقراها عليكم. إذا غنبداو بالمقدمة اللي فيها الأسئلة هادو الإشكالية. إذا شكلت الثورة الفرنسية نقطة تحول أساسية في التاريخ الفرنسي والأوروبي، فما هي أسباب الثورة الفرنسية وما هي نتائجها؟ إذا هادو هما الأسئلة اللي بغاونا نجاوبو عليهم. نحاول نطلع شوية باش يبان هاد الدفتر كامل. غنقراو دابا الموضوع المقالي. ساهمت عدة عوامل في اندلاع الثورة الفرنسية، منها العوامل السياسية والتي تمثلت في وجود نظام حكم مستبد يجمع فيه الملك جميع السلطات ويستند فيه إلى تفويض بين هاد المعقوفات أو لا إلهي يعني بزعمهم، بالإضافة إلى العوامل الاقتصادية والممثلة في تضرر النشاط الفلاحي بسبب تتابع سنوات الجفاف وإثقال كاهل السكر بالضرائب. إلى جانب ذلك نجد العوامل الاجتماعية، حيث كان المجتمع الفرنسي هنا طبقيا ويتشكل من فئات متفاوتة على رأسها النبلاء والإكليروس يعني رجال الدين المستفيدين من عدة امتيازات بطبيعة الحال، في حين كان الفلاحون الفقراء يعانون من الظلم وأعمال السخرة. أما البرجوازية الناشئة اللي يلا كانت كتبان فكانت غنية لكنها محرومة من المشاركة في الحكم. إذا شكون اللي كانوا مبرعين ديك الساعة؟ هما النبلاء والإكليروس، ما تبقى يعني هاد النبلاء واخا عندهم فلوس ولكن كانوا محرومين من المشاركة في الحكم، والطبقة الفقيرة راهي الطبقة المطحونة. دابا غندوزو نجاوبو على السؤال الثاني اللي هو النتائج ديالها. إذا عندنا هنايا مست الثورة الفرنسية كافة مناحي الحياة، حيث أدت إلى قطيعة مع النظام القديم، ففي المجال السياسي عوض النظام الجمهوري الملكية المطلقة وأقر فصل السلط وفصل الدين عن الدولة أو كما سميتو اللائكية والمساواة وحرية التعبير. أما في المجال الاقتصادي فقد تم فتح المجال لتطوير النظام الرأسمالي وتحرير الاقتصاد من رقابة الدولة وإلغاء الحواجز الجمركية الداخلية، كما عرف المجال الاجتماعي إلغاء الحقوق الفيودالية وامتيازات النبلاء ورجال الدين ومصادرة أملاك الكنيسة، كما أقرت الثورة مبدأ مجانية وإجبارية التعليم والعدالة الاجتماعية وتوحيد وتعميم اللغة الفرنسية، وجدك الشعار ديال فرنسا يعني إيغاليتي فخاتيرنيتي شي حاجة أخرى ما عقلتش على الكلمة الثالثة إيغاليتي فخاتيرنيتي مهم مشات ليا دابا من بالي. مهم بالنسبه للخاتمه، شكلت الثوره الفرنسيه تحولا كبيرا في تاريخ فرنسا الحديث واثرت في باقي المجتمعات الاوروبيه. اذا كان هذا نموذج يمكن لكم تخدموا به زائد الملخص اللي عندكم في الكتاب بطبيعه الحال. اذا بالنسبه للموضوع الثاني اللي هو يعني التربيه على المواطنه، عرف المفاهيم التاليه: الصحافه والعهد الدولي. اذا الصحافه كما كنعرفوا هي مجموع الوسائل المرئيه والمسموعه والمقروءه التي تنتج وتعالج وتنشر الاخبار التي تهم يعني الاحداث الجاريه. والعهد الدولي راه هي ديك المعاهده اللي اقرتها الجمعيه العامه للامم المتحده
لأقرة المساواة بين الذكور والإناث في التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. إذا ها هي هنايا، إذا الصحافة راه غتكون عندكم بطبيعة الحال التعريف ديالها، مجموع الوسائل المرئية والمسموعة والمقروءة التي تنتج وتعالج وتنشر الأخبار التي تهم الأحداث الجارية. والعهد الدولي هو معاهدة أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 6 نوفمبر سنة 1966، أقرت مساواة بين الذكور والإناث في التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. اذا غادي ندوزو هنايا لتتميم الجدول الاتي حسب المطلوب. حقوق عطاني حقوق اقتصاديه، حقوق اجتماعيه، حقوق ثقافيه بطبيعه الحال كما اقرها يعني العهد الدولي. اذا مثلا حق العمل، حق العمل مثلا، حق نديرو مثلا الملكيه من الحقوق يعني الاقتصاديه، او حق التملك، حق الملكيه. غادي نمشيو للحقوق الاجتماعيه، انا مثلا الحق في الصحه، في السكن، في الضمان الاجتماعي، الحق في الصحه، الحق في السكن مثلا. الحقوق الثقافيه، اذا انا مثلا الحق في التربيه، بين الحقوق يعني هذا الثقافيه. عندنا كذلك نقولوا المشاركه الثقافيه، حق مشاركة ثقافية. ثالثا اليك بعض القوانين من العهد الدولي، اذكر مقابلها من القوانين الوطنية. بطبيعة الحال احنا ما غنذكروش النص القانوني كما هو مثلا في شي مدونة او في الدستور، ولا لان ما يمكنش نحفظوا جميع القوانين، نتوما ماشي طلبة ديال القانون بطبيعة الحال. اذا احنا غادي نذكروه يعني بتعبير ديالنا، يعني نص العهد الدولي على ضمان مساواة الرجال بالنساء في جميع الحقوق. اذا العهد الدولي كيقول لك كاين مساواه في جميع الحقوق، يعني في اي مجالات، يعني لان القانون الوطني هو يضمن المساواه بين الرجال والنساء في مجال الحقوق الاجتماعيه والسياسيه. اولا يعني مثلا في القوانين الوطنيه كان عندنا منع مثلا التمييز في مجال مثلا التشغيل، في مجال التشغيل والمساواه يعني في التشغيل نديرو والمساواة مثلا، قلنا التشغيل والمساواة في الأجر، المساواة في الأجر بطبيعة الحال بين الرجال والنساء. أو لا ممكن نكتب يضمن القانون الوطني المساواة بين الرجال والنساء في يعني جميع الحقوق. ممكن نبدأ بينص مثلا، ينص القانون الوطني على، ينص العهد الدولي على حق العمل بشروط عادلة. إذا في القانون المغربي عندنا حق الشغل للمواطنين، يعني يضمن القانون المغربي حق الشغل للمواطنين على حد سواء. أو لا ممكن نكتب ينص القانون الوطني على ضمان حق العمل يعني بشروط عادلة لجميع المواطنين بدون تمييز. إذا على حساب داكشي اللي عندكم، لأن كل مقرر كيختلفوا فيه يعني التعابير. إما نكتب مثلا ينص القانون الوطني على ضمان حق العمل بدون يعني شنو نقولوا بشروط عادلة كما دايرين هنايا، بشروط عادلة لجميع المواطنين، لجميع المواطنين بدون تمييز. او لا ممكن نكتبوا حق الشغل يعني الشغل حق للمواطنين، حق للمواطنين بدون ولا على حد سواء، على حد سواء. اذا هذا كمثال واحد اخر. بالنسبه للجغرافيا نشتغلوا على وثيقه هنايا، لقد ساهم غياب تصور شمولي للسياحة في شل موقف أصحاب المهنة وتعثر المبادرات الفردية خلال فترة طويلة، وتعمل الشكوك المرتبطة بالحجز ويعني مثلا كالاكتضاد، عدم احترام الحجز وأسعار فنادق وجودة الخدمات المرتبطة بها كسيارات الأجرة وجودة البيئة، نظافة المحطات السياحية والشواطئ والمضايقات التي يتعرض لها السياح في أماكن تجمعهم، في تعطيل تنمية السياحة، سياحة مزدهرة وحقيقية. أشرح أو لا شرح ما تحت وخط شرحا تاما في النص. إذا تما عندي السياحة، إذا شنو هي السياحة؟ السياحة هي حركة استجمام
وترفيه يقوم بها السكان من مناطقهم الأصلية إلى المناطق السياحية، وتنقسم إلى داخلية وخارجية، وتعتبر جزءا مهما من قطاع الخدمات. هذا هو التعريف ديال السياحة. حدد الصعوبات التي تعترض قطاع السياحة المغربية. إذا من خلال النص كاين عندنا غياب تصور شمولي للقطاع السياحي، ها هو كاين، عدم احترام الحجوزات، ارتفاع أسعار الفنادق، نقدر نزيدو حتى غياب جودة الخدمات المرتبطة، تعرض السياح للمضايقات، نقص ولا نديرو الجودة، تدني جودة الخدمات المرتبطة بالسياحة، تدني جودة الخدمات، طبعا نزيدوها تاي، تدني جودة الخدمات. اذكر مشاكل اخرى يعرفها هذا القطاع. بغينا مشاكل اخرى من ضمن المشاكل اللي كيعرفها هذا القطاع. مثلا هديدا الخدمات هي كاينه هنايا، يعني كتبناها هنايا، اذا بلا ما نكتبوها هنايا، ضعف الخدمات المرتبطه بالسياحه، اذا هي هذه موسميه القطاع السياحي، لانه يعني عندنا مواسم كيكون طالع فيها السياحه ومواسم لا، ضعف تاطير المرشدين السياحيين، عدم تشجيع السياحه الداخليه، ومجموعه من العوامل الاخرى. اذكر اربع مجهودات تبذلها الدوله للنهوض بهذا القطاع. بغينا اربعه المجهودات، اذا اخترت لكم هاد اربعه ديال المجهودات. تشجيع السياحه الداخليه للتخفيف من موسميه القطاع، اذا الا كانوا السياح كيجيو غير في مواسم محدده، غنشجع السياحه الداخليه باش تبقى عندي السياحه محركه اوكور ديال العام، يعني في خلال العطل المدرسيه وهي غادي. تشجيع الاستثمار الوطني والاجنبي، يعني ما نبقاوش نعكسوا لعباد الله باغيين يديروا استثمار في السياحه، يعني نسهلوا عليهم الامور ونشجعوهم. تنظيم الاشهارات والمعارض الدوليه للتعريف بالمنتوج السياحي المغربي، مفهومه. الاهتمام بالعنصر البشري من خلال توعيه السكان، خصنا نوعيو السكان باهميه دوك السياح اللي كيجيو باش ما يبقاوش يديروا مضايقات، باش ما يبقاوش يديروا استغلال، ما يبقاوش يزيدوا عليهم في الاثمنه. والاهتمام بالعاملين في القطاع، يعني خصنا نكونوا العنصر البشري. كنتمنى تكونوا استفدتوا، بالتوفيق والى اللقاء. اذا كنتمنى لكم التوفيق، اذا ما بقى والو ان شاء الله على نهايه السنه الدراسيه باش نتلاقاو ان شاء الله في السنه الثالثه اعدادي، علاش لا. كنتمنى لكم التوفيق والى اللقاء.